تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وفي إطار توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء، أكد وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن الوزارة مستمرة في توزيع الوحدات الجاهزة بمشروع مدينة خليفة الإسكاني. وقال سعادة الوكيل إن المشروع يعد أحد المشاريع الرئيسية ضمن برنامج تنفيذ 25000 وحدة سكنية والمدرجة في برنامج عمل الحكومة، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40000 وحدة سكنية. وأضاف الوكيل أن مدينة خليفة سوف تستوعب بعد اكتمالها 54000 نسمة بتوفير ما يقارب 6000 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ 400 وحدة سكنية، فيما تعكف في الوقت الراهن على تنفيذ التصاميم التفصيلية الخاصة بالمراحل الأخرى.